في ظلال السيرة. لو تعلمون ما أعلم. إطلالتان على النعيم والجحيم حظي بهما صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة تجعلانه يناشد أمته قائلا: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكيتم خوفا، بكيتم شوقا وحبا. بعدها بدأ عليه السلام يهبط يحمل 50 صلاة في اليوم والليلة، ويمر بإخوته الأنبياء عليهم السلام، ولما مر بأخيه موسى استوقفه فسأله وقال: ما صنعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرضت علي 50 صلاة. هنا ظهر حب موسى لأمة محمد وحدبه عليها، فقال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فسأل ربه فجعلها 40 صلاة. ولما مر بموسى ناشده العودة مرة أخرى والمطالبة بالتخفيف، فعاد فجعلها ربه 30. وهكذا يتردد بين الملأ الأعلى وبين موسى حتى جعلها الله 5 صلوات. فطلب موسى عليه السلام منه العودة، فاعتذر صلى الله عليه وسلم وقال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. ثم ودع أخاه موسى. وبعيد مغادرته سمع الوحي يقول له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10. ثم فتحت له بقية أبواب السماء، فنزل منها نحو الشام نحو بيت المقدس بسرعة لا تنتمي لعالم الأرض، سرعة لا يشعر بها ولا يمكن رصدها، سرعة تنتمي لعالم آخر تختفي فيه الأرقام والحسابات، حتى وجد نفسه بجوار المسجد الأقصى، فتوجه نحو بابه ليجد المفاجأة السارة داخله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، منهم من يعرفهم أو قابلهم في السماء، ومنهم من لم يقصصهم الله عليه، صفوف لأنقى البشر وأتقاهم وأعذبهم، صفوف لأكثر الناس معاناة وأشدهم بلاء وتضحيات، عليهم الصلاة والسلام، في صلاة تعبر عن منزلته عند ربه ودرجته بينهم. وبعد الصلاة التف البعض منهم حوله، فجرى حوار حول أكثر ما يشغل أمم الأنبياء، جرى حوار حول الساعة وأمور أخرى كالدجال ويأجوج ومأجوج. هنا سكت كل الأنبياء واعتذروا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم،
فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام وسألوه عنها. هنا تحدث عيسى. تحدث النبي الذي سيواجه الدجال بصفته قائدا من أمة محمد، وسيعاني من همجية يأجوج ومأجوج ومجازرهم، فأخبرهم أن موعد الساعة بالتحديد ووجبتها لا يعلمها أحد إلا الله، لكن الله أوحى له بأحداث تقع قبيل الساعة يكون طرفا فاعلا فيها. فما الذي قاله عيسى عليه السلام؟ في ظلال السيرة.